أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة، وهذه حلقة جديدة وعلى الهواء مباشرة من برنامج العائلة العراقية، برنامج بين الناس. اليوم الخميس 15 أيلول 2022. طبعا عودكم هذا البرنامج أحبتي المشاهدين على دائما نقل الحقيقة في كل مكان، في محافظة صلاح الدين وخارج المحافظة. الحقيقة اليوم عندنا عدة مواضيع راح نتطرقها، لكن قبل أن أبدأ بالمواضيع فقط أريد شيء يعني استذكار للمواطن، وأن إن شاء الله قبل كل شيء أعزائي المشاهدين، حقيقة إحنا نحب نتكلم بلسان حقيقي عن المواطن. اليوم إحنا نتكلم واقع، شيء واقعي في يعني عن كل المحافظات، ليس فقط في صلاح الدين، يعني عن كركوك، صلاح الدين، بغداد، نينوى. واقع حال المواطن، ننقل واقع حال المواطن إلى المسؤول، حتى المسؤول يجاوبنا عن هذا الشيء. حقيقة هذه يعني هذه إذا شوفوها حقيقة كاملة، إحنا نكون يعني ميولنا وميالين دائما إلى المواطن. ما هو السبب؟ لأن الحقيقة هذا المواطن المسكين منذ سنوات الاحتلال إلى يومنا هذا يعني جزء من كافة الوعود اللي تكون من المسؤول. يعني اليوم احنا كثير من الوعود ما محصلين شيء المواطن، لذلك احنا دائما، وطبعا انا اذكرها انه الوسائل الاعلام الحقيقية المفروض تكون مع هذا المواطن اللي فعلا تم استقطاع من عنده كل الامور فقط رحمة رب العالمين. السبب اخوان يعني انه اكو شيء، انه هذه الاربع سنوات اللي تصير بها انتخابات يعني والله انا اشوفها لان اكو وعود، اليوم راح نعمل كذا وراح نعمل كذا، مضت اربع سنوات ما لحقوا، ما احنا ما نتهم احد بس ما لحقوا يسوون شيء، لذلك المواطن ما التمس شيء، راحت يعني. وحقيقة أخرى يعني دا نشوف هذا البلد الخير، بلد النفط، بلد النخيل، بلد كان معيش أخوان، وأنتوا على دراية بهذا الموضوع، معيش ملايين. يعني مصر مثلا أخوان المصريين من 5 إلى 7 مليون بالثمانينات كانت العمالة واليد العاملة في العراق هو والسودانيين وأيضا الدول الآسيوية والأفريقية، فهذا البلد كان معيش دول أخوان، وصل بينا إلى هذا الحال أنه اليوم حان نركض وراء الرعاية الاجتماعية يومية. أنا شايل الكاميرا ورايح للرعاية الاجتماعية أخوان، أخ مدير الرعاية ليش هذا الموضوع، وعلى التلفزيون مثل ما تشوفون. يعني قبل كان هذا الموضوع من المعيب أنه واحد اسمه رعاية اجتماعية أو عائلة تأخذ، ليش؟ لأن إذا مو عوائل، إذا مو أبوهم أو أخوهم عسكري فهو فلاح، إذا مو فلاح فهو تاجر، إذا مو تاجر فهو عنده يعني يشتغل بناء. يعني أنا أعرف رحمة الله على حجي زكري الصباغ وزكري الآخر كانوا يبنون بنا، بس شنو؟ يعني عايم عايش يعني ما شاء الله خير من الله، هو بنا استاذ والعامل ايضا عايش ما يحتاج. لكن اليوم نشوف اخوان يعني مع الاسف قتال على العيشه، قتال من اجل البقاء. يعني هذا العراق صار هذا حاله، لكن احنا نقول الله المستعان ونبقى صوت اللي ما عنده صوت ان شاء الله، لكن انه احنا كلامنا واضح للجميع، ماكو داعي اخوان ان تزعلون، لان احنا دا ننقل حقائق وننقل الشيء الحقيقي فعلا. ولذلك هذه القناة ومنذ الوهلة الاولى ومنذ الانطلاقة الاولى هي عودت الناس على الوضوح وعلى المصداقية في كل شيء. يعني اليوم نشوف احنا من ينعرض اي شيء في الفيس نشوف ما شاء الله الكلام الغير دقيق والكلام الكذا والكلام الكذا، وراح يشوفون ويانا كثير من الامور. نعم هي بي، واني دائما يعني في برامجنا الإذاعية دائما نتطرق هاي المواضيع، الموبايل والفيس هل هو نقمة أم نعمة؟ تجي 60% هو نقمة و40% هو نعمة، لأن بيه فوائد احنا ما ننكر، لكن مقابل هذا هو مساوئ أكثر. ليش؟ قاعدين يكتبون هذا البرنامج هيج، هذا اليوم هيج، اليوم كذا، اليوم كذا. لذلك احنا نعم احنا ما يهمنا، لأنه دا ننقل الحقيقة ودا نمشي نحو الواقع حتى ننتقل البر الأمان. صلاح الدين تبقى إن شاء الله الكلمة الواضحة والكلمة الحقيقية لنقل كل معاناة المواطن
وإن شاء الله الله ويانا. تعالوا ويانا راح نشوف حلقة جديدة من برنامج بين الناس وعلى الهواء مباشرة، فكونوا معي. حاضرون مع بداية كل حدث، نخوض في عمق المأساة لنرصد هموم الناس عن كثب. ثلاجة ما بيها كل شيء، بس ماي شوية خس زين، طماطم ماكو. يعني اليوم العراق يعاني من كثير من الأمور، أولها الكهرباء. هل يا ترى لا توجد حلول؟ هذه المليارات والفلوس ماكو حلول؟ بين الناس، سنبقى لنروي القصص واقعا دون تضليل. أعزائي المشاهدين، الحقيقة الزميل المخرج يعني راح نشوف على الشاشة أرقام الاتصالات، وأيضا بعد قليل هم أيضا راح يشوفون رقم للإس إم إس. يعني كثير من عندهم يشوفون يقولون ما نقدر نتصل يصير زخم، يقدر يبعث رسالة حتى أقراها على الهواء مباشرة أمامكم. أخوان قبل ما أبدأ في كل شيء، إحنا واعدنا المواطنين وواعدنا الجمهور أنه أخوان هذا الرقم اللي تشوفوه امامكم هو الاس ام اس، يقدر اي واحد يراسلنا اذا ما يحصل الرقم. اخوان، مساله التعويضات اعلنها امامكم، ان شاء الله بدات بالانفراج. قبل عده ايام زار الاخ النائب مقدام الجميلي مع الاستاذ محافظ صلاح الدين اسماعيل هلوب دائره التعويضات، والتقوا بالاخ المدير والتقوا بالقاضي اللي هو مسؤول على التعويضات، وكانت أكو مشاكل وأكو معوقات لهذا الموضوع. فإن شاء الله ومع جلسة جلسنا أنا والمدير، قال إن شاء الله المعاملات راح تكتمل إن شاء الله والصرف. ها طبعا أكو هنا حتى أفصلها للي ما يعرف. أخوان، مسألة التعويضات سواء كانت عقارات أو شهداء وجرحى، إنه الجو 30 مليون، يعني مليون أنا سووا لي إياه مثلاً صك، أو سووا لي قرار، هو العفو أول مرة قرار، القرار سووا مثلاً جول 30 مليون، يعني 10 15 20 25، هذه راح يجري بيها صكوك من المحافظة، فهاي إن شاء الله راح تنطلق. يعني حسب ما صرح لنا الأخ المدير أنه شهر أقل 20 يوم راح تنطلق إن شاء الله وتنتهي مسألة التعويضات. واللي عنده سؤال واستفسار أرقامنا موجودة، إحنا إن شاء الله جاهزين لهذا الموضوع. يعني أعتقد إحنا إن شاء الله لا نبخل جهود أخوان. اليوم أي شخص يتصل بينا، يعني يجوز إحنا مثلا نغيب عنهم مثلا يتصلون بينا، بس أنا كلها أسجلها وحاول أنه أعالجها بدون أن يعرف المتصل. هذه أهم نقطة أنا أقولها أخوان. قبل قليل ذكرت موضوع مهم، الموضوع أنه إحنا يجب أن لا نسمع كلام الوشاية. اليوم إحنا حقيقة أذينا هذا البلد العظيم، ما أذته غير الوشاية، وأذى القال والقلت والمواقع الغير رسمية والمواقع الغير واضحة. يعني اليوم أنا أسوي موقع وهمي وأسجل كل شيء به، هذا ما يصير أخوان. يعني راح أذكر شيء وأنا هسه جبت مقطع. يعني اليوم إحنا طلب السيد المحافظ وجزاء الله ألف خير، هذا الرجل يعني استلم المهام جديد ويريد يشتغل الرجال. إحنا المفروض غير وياه كإعلام، يعني المفروض إحنا نكون وياه مو ضده. فالرجل يريد يشوف الناس، يريد يطلع على الناس، يريد يشوف واقع الحال. طلعنا جولة وطلعت ويانا الناس يشوف السلبيات، وعرضنا السلبية وعرضنا الإيجابية وعرضنا يعني فقط يعني شيء واحد أخوان، أنه ما ممكن إحنا نبخس الأمور اللي نريد نعيش بها. يعني أنت اليوم قاعد وتباوع المحافظ طلع في برنامج بين الناس، يصير تتكلم كلام مو لائق. يعني إحنا قطعنا الجزء اللي هو يقول أنه يما أني مثلا كذا، أني كذا، أني راح أهدي لك كذا، راح أنطيك كذا، أنت حالك صعب، هاي الأمر شفتوها. هذا قال المحافظ قطعوه يا أبا، ما جائز، حتى احنا ما نشتغل بالرياء. يصير يكتبون اشكال الكلام واشكال الحكي،
انه المحافظ شرب هو وليد المدني وطاله ماي وطلعه، وهذا يقول اخوان خل نعيش بالامل لا نعيش بالحكي الموزين. فحقيقه خلينا نشوف وياكم المقطع اللي هو تم قطعه وما بثيناه في برنامج بين الناس. المحافظ ايش قال هاي المسكينه، وان شاء الله نواعدكم راح تقعد بالبيت الجديد بعونه تعالى. خلينا نشوف وياكم المقطع. يما انت مرية كبيرة وهذا التراب مال المجسر عليك. والله يا يابا غير من العادة، والله قاعدين محل ترى، وتدري بابني مجلوب. ادري بي أدري. والله البارحة وديته على هذا الدكتور خالد خير، قال عمليته خطرة مرارة وانجلى. للطبيب من تفوتي ما تطلعين اقل من 200 نعرفها. والله يعني هذه البارحة دزوته حاليل وقاعد يموت، وست جهال تدري بي وزوجته. هسه السيد المحافظ قاعد يمش بعد. والله اريد ابوسه من راسه هذا. انا ابوسك من راسك. والله وغالي علي. يسلمك يا امي. يا رب الله يحفظك. الله يحفظك ان شاء الله. يحفظكم كلكم. الله يسلمك ان شاء الله. يعني والله يا استاذ انا 3 عمليات عندي. صحة وعافية. قلت له بمليون ونص بالتوفيق ما سويتها والله. قلت له طلع لهم ما الطماطيه يعني انت نسات اللي تبيعين. والله يا يابا نعمه اقول بالفين ثلاثة اخذ لهم على الطماطيه الخبزات. انت تدري ان شاء الله امي ان شاء الله يدري استاذ وليد ابني مجلوط. والله البارحه سحلته سحل، والله انا مريضه سحلته سحل، هو واخته كايل صغيره بنتي. نعم. وهم سوى لها ما زايده ان شاء الله. هم يعني خطيه يعني فد مره عمليات التهاب. ان شاء الله سيد المحافظ ما يقصر عليك وكل الناس الخير. والله ما اقدر. الله يعينك امي. انت امراه كبيره المفروض هسه قاعده تروحين على العمره تروحين للحج، بس هي هاي الدنيا امي هي هاي. قلت يا رب والله ادعي من الله. هاي ربك استجاب الحمد لله. دعائك طيب وشيخ. الحمد لله الحمد لله. الله ان شاء الله يطول سيد المحافظ اسمع دين كلهم. الله حجيه دعائك الله سبحانه وتعالى استجاب. والله يا وجابني بدون يعني بدون ما اعرفك وبدون اي موعد. والله جابني ليمك يعني. الحمد لله الحمد والله لله. والله هاي بنتي هم تدري هاي امشي. قلت له عدا ماكو رجلها نعمه هم انجلط بالسكر. أي بعد الشاب وبنتي شابه 3 بنات عندها. والله يا استاذ كلهم عدا على هاي العيشه علي هذا بالحر بعد بتموز تمرض تخربط يصير عندها. انا قلت له للسيد المحافظ هذا التراب مال الدله كله عليك. والله يا استاذ شو اسوي احنا هم ولد ناس وما نمد ايدنا على حد. بارك الله فيك ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. والله قلت اريد لي يعني لو غرفتين ماطين ابعد عن الجهالي بها. وهسه هاي العماره والله يا استاذ ما حد قاعدين بي يعني 75 بالشهر حجيه ومتبهدله اسمعي سيد المحافظ. اسمعي سيد المحافظ فرصه عمل ومحل صغير. الله ان شاء الله راح نرتب لك هذا الموضوع. الله استاذ اريد الله يوفقك. وش عندك مريض احنا نتكفل بالعمليات والعلاج والتفاصيل. ايوه هسه ما يقصر سيد المحافظ. والسكن مالتكم احنا ايضا راح نتكفل فيه. والله يا استاذ والله تحج مكه تطلعني ان شاء الله. ان شاء الله حاضر. ان شاء الله استاذ يقطعون المي هاي نهزم هنا. والله يا استاذ محاربيني على هاي. هسه راح ادزلك الشباب ويجون يمك ينطوش الرقم وشنو اللي قلت لك بيه راح يتنفذ. والله تعيش شيخ رحم الله والديك. ان شاء الله تحج مكه. شوفك بخير ان شاء الله. نزورك مني كملون وياك نزورك ان شاء الله. الله يوفقك يا الله في امان الله. شوفك بخير ان شاء الله. يا رب خلي ابوسك من عصابتك. والله انا ابوسك يا استاذ. يا رب في امان الله. في امان الله. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. الحقيقه مثل ما شفتوا الرجل فرصه عمل وسكن ومحل وايضا علاج لابنها المريض. احنا هذا جزاء الله كل خير كل من يفعل خير. يعني مو بس الرجل المحافظ، اي انسان يمد يد العون لهاي العوائل جزاء الله الف خير. معي اتصال فقط قبل الاتصال اخوان. بالنسبه للاس ام اس اللي ظهر امامكم لا حد يتصل بي فقط على هاي الارقام الاتصال، اما الكتابه على هذا الرقم لان ما اقدر اجاوب. معي ظاهر من بيجي، تفضل ظاهر. السلام عليكم. ظاهر. نعم السلام. الو استاذ وليد. السلام عليكم. ما اسمعك استاذ وليد.
ظاهر اذا تقدر عاود الاتصال، اذا تقدر عاود الاتصال لان ما اسمعك. نعم اعزائي المشاهدين، الحقيقه الاخ محمد ابو يعقوب من بيجي بعث لي رساله يقول حول التعويضات، احنا صارنا من 2015 ولحد الان ما عندنا هذه، لحد الان منطونة. اخي العزيز انا نوهت قبل قليل انه الاخ المدير وكل الاخوه المسؤولين على مساله التعويضات فعلا هي طالت، وللاسف يعني مشكله هي هذه، ولذلك احنا ان شاء الله الخير قادم والتعويضات انفتحت، لان نعم فعلا هي في صلاح الدين الوحيده، لان الموصل الانبار المحافظات الاخرى انطلقت فعلا انطلقت، لكن فقط في صلاح الدين شويه تاخرت، ولذلك احنا الحقيقه كبرنامج وفضائيه صلاح الدين متابعين هذه المواضيع من اجل ايصال الامور اللي فعلا يمكن ان نوصلها من خلال يعني برنامج بين الناس حول هذه المساله، هي مساله التعويضات. يعني كثير من العوائل اخوان يعني تاذوا من مساله التعويضات، لانه هم قدموا على هذه التعويضات وما قدروا انه يلمسون شيء، وحقيقه هذه مشكله يعني صادفت المواطن، واحنا يعني يمكن نقدر نوصل فد شيء قليل لهذه الامور. اعزائي المشاهدين، بالنسبه للواقع الصحي في محافظه صلاح الدين، يعني احنا كل فتره بالبرنامج وطلعنا في برنامج بين الناس واقع الصحه في المحافظه، وواقع يعني الحقيقه مدير صحه صلاح الدين دكتور رائد يعني في حوار وياه قلنا له الواقع الصحي يعني يحتاج، يعني اليوم انا اروح الى المستشفى ماكو كانونه، اليوم يعني حبيبات حب اروح اخذ، يعني واقع صحي ماكو، ذاك اليوم ولدي يقول لي اني يعني اختي اندعمت ماكو طبيب ماكو، فحقيقه الرجل يعني تكلم بما هو يريد يتكلم به، قال اني مستشفى تكريت التعليمي هذه اعتقد اكثر من 200 سرير، هذه اذا تم افتتاحها ان شاء الله وانتهت مشكلتها راح تنتهي كل المشاكل الموجوده في المحافظه. يعني كانت الامور يعني متوقفه على مساله التجهيز، والتجهيز بدا ان شاء الله حسب ما ذكر انه تم التجهيز اكثر من 50%، ويعني هي كان المفروض بشهر العاشر تفتتح، وقال اعتقد صار بها تاخير 11، يعني قبل نهايه السنه راح يتم افتتاح أضخم مستشفى اللي هي مستشفى تكريت التعليمي، وأيضا الطوارئ وبها أيضا أسنان وغسل كلى وأيضا المستشفى الأورام، فراح تصير إن شاء الله الواقع الصحي أفضل، وهذا اللي إحنا نتمناه وكل مواطننا يتمناه. خلينا نروح وياكم نشوف ما قاله مدير صحة صلاح الدين. طبعا مستشفى تكريت التعليمي بطور تجهيز الأجهزة الطبية، وكان من المفترض أنه يوم 15/10 يتم افتتاح المستشفى. اليوم احنا وصلنا نسبة إنجاز أكثر من 50% من تجهيز الأجهزة الطبية، وتقدر يعني تروح تشوفون وتصورون الأجهزة الموجودة اللي راح يتم تنصيبها على الشهر المقبل إن شاء الله بداية العاشر، يعني على نهاية السنة راح يكون افتتاح المستشفى تكريت التعليمي. مستشفى تكريت التعليمي مؤسسة يعني إعادة تأهيلها وفق طرق متطورة جدا وحديثة جدا وبطريقة رائعة. أيضا الأجهزة اللي جهزت لهذه المؤسسة هي أجهزة ذات رصانة علمية، وكذلك الشركات اللي جهزت هذه الأجهزة هي شركات معروفة، وكان أكو رقابة حقيقية على هذا المشروع ونفذ بطريقة يعني لا تقبل الشك، ويعني راح تكون إن شاء الله يعني صورة رائعة للصحة، وراح تقدم أيضا يعني خدمات صحية ممتازة
ممتازة. كذلك تم التنسيق مع وزارة الصحة حيث يعني صار اتفاق مع معالي وزير الصحة على أن تكون هذه المستشفى هي مستشفى مركز لاستقدام، أي أنه بمعنى أنه تنجمع المرضى وراح تجي وفود طبية من الخارج تعالج في هذه المستشفى، أيضا بالإضافة إلى أنه هذه المستشفى راح تكون بها مراكز طبية متخصصة مثل مركز عيون، مركز قسطرة، مركز غسيل الكلى، بالإضافة إلى يعني المراكز الأخرى. عموم دائرة الصحة صلاح الدين وعموم المؤسسات الصحية في المحافظة يعني هناك لغط كثير وكلام كثير على المؤسسات الصحية وعلى نوعية الخدمة المقدمة. نوعية الخدمة المقدمة بالمؤسسات هي نتيجة يعني انعكاس للدعم الموجود من الوزارة ومن المحافظة. بالنسبة للمحافظة يعني على مدى 3 سنوات لو لحد الآن لا يوجد أي دعم من المحافظة لدائرة الصحة صلاح الدين على الإطلاق، عكس المحافظات الأخرى هناك دعم كبير لدائرة الصحة، كون دائرة الصحة هي الدائرة الأكثر في المحافظة بتماس مع المواطنين. لكن يعني أنه دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين منذ 3 أو 4 سنوات لا تلاقي أي دعم من المحافظة ولا من المحافظ، وذلك لأنه هناك يعني شيء مسبق يعني أنه دائرة الصحة يجب أن تحارب ودائرة الصحة يجب أن ما تدعم. لا أعرف يعني أنه هناك يعني صراعات سياسية دخلت بهذا الموضوع بالإضافة إلى الخلافات الشخصية اللي موجودة كانت واللي والموجودة أيضا انعكست لحد الآن. هذا من جانب. من جانب آخر أنه إحنا دائرة الصحة أكو يعني مشكلة هي الأكبر بدائرة الصحة واللي هي أثرها مؤثر أكثر من الكل على دائرة الصحة وعلى أداء دائرة الصحة، وهي 5000 درجة وظيفية اللي تعينت من دون تخصيص مالي من وزارة المالية. طبعا هذا 4000 درجة وظيفية هي ليست 5000، 4000 درجة وظيفية اليوم ده تعاني من عندها دائرة الصحة وتعاني منها المؤسسات الصحية. قسم كبير من الموازنة التشغيلية والمبالغ اللي تخصص لهذه الدائرة هي بدأت منذ 2 سنين أنه تخصص، أو يعني مو منذ 2 سنين، منذ سنة 2017 تخصص الرواتب هذه الفئة، وبالتالي هي تنعكس أنه راح تقل رصيد المؤسسات، راح تقل رصيد شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وبديهي أنه من الطبيعي أنه راح تكون قلة بالمواد الطبية وقلة بالأدوية يعني وفق نسبة معينة، مع العلم أنه مؤسساتنا تقدم جهد كبير حسب الإحصائيات. يعني بدي أنه تروحون وتشوفون الإحصائيات بالمستشفيات، يعني عندنا مستشفيات الأقضية ومستشفيات المركز، هناك آلاف من العمليات يعني تجري شهريا، وكذلك هناك الآلاف من المراجعين يراجعون هذه المؤسسات، وده يعني تعمل فيها عمليات جراحية بالإضافة إلى ردهات الطوارئ تعمل وتستقبل المرضى، إضافة إلى المرضى الراقدين، المرضى اللي بالعيادات الخارجية. كل هي هذه يعني جهود كبيرة، على الرغم من أنه أرجع وأعيد لك أنه الدعم قليل جدا. طبعا احنا تفاجأنا يعني بالأيام الماضية أنه من القائمة اللي وردتنا من المحافظة، من ديوان محافظة، من دائرة التخطيط بقائمة المشاريع اللي مخصصة لدائرة الصحة صلاح الدين، هي مشاريع لا ترتقي أنه تكون مشاريع يعني لدائرة الصحة ولمحافظة صلاح الدين، وذلك لأنه مشاريع هي مبنية على أولا ما لها علاقة بالقائمة أو المشاريع اللي رفعناها احنا كدائرة واللي اقترحناها كدائرة الصحة، بالإضافة إلى أنه ما راح تقدم شيء يعني توسعة هنا وبناء مركز صحي هنا. احنا يعني كدائرة الصحة اقترحنا على 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 محافظة صلاح الدين ان يكون هناك يعني مشاريع استراتيجية في المحافظة، وكان مقترحنا انه هناك 3 مشاريع استراتيجية في المحافظة، 3 مشاريع استراتيجية في المحافظة مقسمة شمال جنوب المحافظة مركز المحافظة. مركز المحافظة كان لدينا مشروع استراتيجي كبير وهو المستشفى 166 سرير، حصلنا موافقات من وزارة الصحة على أن تكون هذه المستشفى هي مستشفى تخصصي، تكون فيها مركز لزراعة الأطفال الأنابيب، بالإضافة إلى أنه مركز لجراحة وقسطرة القلب،
ومركز للعيون ومركز زراعة الكلى بالإضافة إلى مركز غسيل الكلى. يعني هذا المستشفى موجودة وطلبنا وضغطنا بقوة أن يكون هذا المشروع من ضمن المشاريع يكون في مركز المحافظة، لكن بالحقيقة دون جدوى. نأمل من الأخ المحافظ أن يعيد النظر ويعني أنه يكون تواصل بيناتنا، أن وتكون يعني العمل بروح الفريق الواحد حتى نطلع بنتيجة، أنه الآن هذا المبالغ اللي دا تيجي ما ممكن أن تكرر بالسنوات يعني القادمة. وبالإضافة إلى أنه محافظتنا منكوبة ومؤسساتنا الصحية متهالكة وقديمة ولا توجد لدينا يعني مؤسسة جديدة، هذا بالإضافة إلى أنه ضمن الأمن الغذائي باستطاعتنا أن يكون إذا كان هناك تعاون واندفاع ونية حقيقية أنه نسوي المشاريع الأربعة المتوقفة وهي اللي 100 سرير الموجودة في قضاء الدور وقضاء الطوز وسامراء وقضاء الدجيل. إن شاء الله لكم الموفقين. شكرا جزيلا. نأمل أعزائي المشاهدين بعد هذا التصريح وهذا الكلام أن يكون الواقع الصحي وتعاون موجود حتى تكون محافظتنا أفضل. يعني حقيقة إحنا تكلمت أنا على الوعود، يعني الرجل محافظ صلاح الدين قال إن بقيت أنا وإن كان يعني إن شاء الله ستكون هناك في المحافظة يعني عمارات، ستكون كهرباء، ستكون مشاريع، وهذا اللي يتمناه المواطن. يعني إحنا ليش صار لنا فترات سنوات لحد الآن المواطن يعاني من الكهرباء؟ ليش؟ هي مسألة طبيعية يعني. لكن اليوم أكل للأسف يعني اليوم أخوك وابن عمك وفلان وفلان والتليفونات منطقة تتأذى ومنطقة منتفع، هاي يعني ما ترهم هذه. أبو حسين من ديجي، حياك الله أبو حسين. أبو حسين تسمعني؟ أسمع. طاهر عنده مشكلة اليوم في الصالة. ألو أبو حسين، إذا تسمعني أبو حسين علي صوتك. ها؟ أنا إذا أسمعك بس قليل. أسمعك أحفظ مكاني. تفضل أبو حسين. إيه. تفضل. أسمعك. بس تصير التلفزيون اسمعني من الهاتف. التلفزيون. تفضل. مرحبا أستاذ علي. مرحبا بيك. الله يخليك أستاذ علي. أنا عندي مشكلة أبي هواتف شلون الجمالية مصاب مرض سرطان. نعم. زوجتي. وتقارير عندي جديد أو شلون أشوفك شلون أدزك التقارير. أبو حسين خلي لي رقمك يم سرمد بالكونترول وإن شاء الله أنا بعد ما أخلص البرنامج أتخابر أنا وياك إن شاء الله. هسه أعطينا الجماعة. إيه هو راح يرجع عليك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، حقيقة وصلتنا أيضا رسالة من أحد المواطنين في قضاء الدجيل، ويعني هذا الرجل يذكر أنه هو معاملته من 2016 للتعويضات، وطبعا أرسل لي الكتاب أنه تسلسل من فلان تسلسل إلى اسمه موجود، أنه يعني مهمشين بقى محافظ صلاح الدين والأخوان في التعويضات على صرف المستحقات. أنا فقط أقول لك أخي العزيز يعني الأمور تغيرت إن شاء الله، هذا الكتاب مالتك واسمكم موجود به، أتمنى أن تتراجع مرة ثانية التعويضات لأنه حقوقكم هاي إن شاء الله ما تروح، لأن أنت عندك معاملة وعندك بها تقرير وعندك بها مصادقة وعندك بها قرار، وهذا أنت تقدر تتكلم أمام كل الناس بهذا كتابك، فأنت تراجع إن شاء الله، وأتمنى إن شاء الله تستلموها بالقريب العاجل إن شاء الله. موضوع التعويضات إخوان موضوع مهم جدا، وأنا أكثر من حلقة طلعت على هذا الموضوع، وكان المفروض اليوم يكون معي الأخ محمد سعد محمد مدير دائرة التعويضات، لكن انشغل هو ما قدرت نحصله لأن هو خارج العراق. أعزائي المشاهدين، اليوم واقعنا واقع يختلف.
اليوم اذا كانت احنا في بدانا من 2004 برنامج بين الناس دائما اتكلم، بدينا بشهر الخامس او السادس، ما كانت هاك يعني هذه العوائل المتعففه او الفقيره او اللي وانا ذكرتها بالمقدمه، ما كان العراق عنده شنو رعايه اجتماعيه معيب. هذا العراق معيش بلدان، يصير هسه العالم واقفه طوابير على الغاز. هذا العراق اللي واليوم ينزلون بالفيس ناقلات واقفه تنقل الى لبنان غاز ومشتقات نفطيه، ما ترهم. أنا اليوم أسكت ابن البلد المواطن اليوم يسكت، ما يصير أنا يعني اليوم المواطن والله أكو ناس خطية جايبة أكلها والماي طوابير ما رحمه. هذا العراق يعني يوميا طلعين سالفة الغاز بنزين ما أعرف إيش، مشكلة يا أخوان، مشكلة يعني فعلا مشكلة. يعني اليوم أنا برنامج بين الناس كل خميس والله يمكن أني أقدر أقدم يعني جدلاً أقول أقدر أقدم يومياً برنامج بين الناس وما تخلص المشاكل يومياً، يعني من السبت للخميس وما تكمل المشاكل. ظاهر من بيجي، عاود ظاهر، تفضل ظاهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي العزيز. أخوي العزيز. نعم. ظاهر ما قاعد اسمعك، نصيلي التلفزيون لدى تتضارب الاصوات. نصيلي التلفزيون اسمعني من الهاتف. تفضل. تفضل. استاذ وليد. اسمعك. الو. تفضل تفضل استرسل. الو. ظاهر ده طفي لي التلفزيون. أعزائي المشاهدين، يعني أتمنى من اللي يتصلون إخوان لا يقعد قدام التلفزيون، هذا ده يتأثر الصوت. أطلع برا وحكي وياي كأنه أنا ده تتصل بي مو إلا على التلفزيون. أعزائي المشاهدين، يعني حقيقة اليوم ده أتسترسل على الفقراء والمساكين. يعني اليوم أنا رحت حقيقة أريد أحضر يوم الاثنين لأنه كان محافظ صلاح الدين يستقبل هاي العوائل ويحل مشاكلها، يعني أعتقد 150-200 عائلة كل يوم اثنين. فلما شفت هاي العوائل حقيقة أنا أنتوا تعرفوني يعني تأذيت من هذا الموضوع، لأن العوائل تيجي كلهم يعني يريدين يقابلون المحافظ وهذا ما ممكن، يعني اليوم عوائلنا كثرت. السياق العمل اللي يصير انه يسجلون العوائل، اليوم اكو مثلا 40-50 عائلة يسوون استمارة حتى يقابلون للمحافظ، لكن اليوم العوائل كلها قاعدة جوا الاشجار دي ينتظرون المحافظ حتى يجي دي يفوتون عليه، ما ترهم. لازم اكو سياق عمل. واكو سعدون اتصال من تكريت، تفضل سعدون. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. استاذ وليد حياك الله. عين استاذ وليد، اني نسجل على راتب مال رعايه. نعم. من 2012. نعم. وجاء اسمي بال 2013. طلع اسمك؟ من 2012 سجلت على راتب مال رعايه. ايه. وجاء اسمي بال 2012 بدا بالرعايه مال تكريت. ايه. ايه. وجيت راجعتهم. قالوا لي اسمك موجود، وانطيتهم الجنسيه دخلوا اسمي بالحاسبه قالوا اسمك موجود، قالوا روح وعشرين يوم وتعال نصرف لك ذكيه. اسمعني اخويا سعدون وراح. اسمعني اخويا دزني على هذا الرقم. وراجعت ورا الاحداث قالوا لي اسمك ما موجود، راح ويا الحاسبه. تسمعني انت لو ما تسمعني؟
اسمعك اسمع هذا الرقم هسه دز لي عليه التفاصيل مالتك اسمك واسم الام وانا اشوف لك اياها وانطيك خبر على هذا الرقم هذا الرقم قدامك بالتلفزيون ماشي عندي شغله ثانيه ايه بسرعه شويه لانك اتصالات ايه عندي يعني انا جسمه عندي بيتي بالصينيه نعم شنو لا عندي فلوس مضر البيت مالي لا عندي فلوس اشتغل عامل يومي 15000 لا عندي فلوس اعمر البيت ولا عندي فلوس هسه يعني اللي ما يجي البيت هو هسه زين ليش ما قدمت تعويضات؟ ليش ما قدمت ما عندي فلوس انشد المعامله ما تعويضات ما عندي فلوس الله هسه المعامله تكلف 300 700000 ما عندي انا ما عندي وبيت مضره ودرج علي تبعد سعدون سعدون اخوي العزيز احنا نتراسل الان وياك نتواصل ان شاء الله ويصير خير اشكر اتصالك بنيان من حمرين تفضل بنيان السلام عليكم زينك اتصال بحمرين الو بنيان تفضل والله صوت واضح الو السلام عليكم استاذ وليد حياك شلون حمرين والله حمرين تعبان استاذ حمرين صورنا بال 2005 نعم صورنا لقطات موجوده الى حد يومنا هذا وكانت تطلع بالتايتل والله استاذ حاله تعبان شوي يعني الحين تعبان يعني بحيث اكو بيها رمال متحركه والناس مدرسه من 59 تتحول البيوت يتحولون والناس يملون ماي بالحبال النساء نفس الحاله موجوده ما تغير اي شيء وهاي خطيه تقول قالت ان شعر الفضائيه صلاح الدين وديت مرسال اشيلهم على العقائل يا حالي وتقول لي هسه بال 2022 راح تخلص نفس الشيء الله اكبر وين نروح؟ استاذ وليد وشوف ناحيه حمرين بعينك يعني انت ما تقول احنا بعام 2022 اريد اسمع مشكلتك يا بنيان هذا الوضع يعني ما اكو التفات لا من السيد المحافظ لا من المسؤولين لا من النواب يعني الموضوع ناحيه حمرين يعني كانه حاله منسيه مقتطعه من صلاح الدين وتاركيها اخوي راح انقلها بكل امانه ان شاء الله للمسؤولين ومن يهم الامر صار انا عندي موضوع يعني مال الشهداء يعني انت اليوم استاذ قيصر العزال خلي يسمعنا يعني انت اليوم جاي صدرين قوائم مال ممتلكات وسع منها الاولى الشهيد والجريح لو الممتلك يعني انا اليوم عندي معامله من 2020 وهاي اليوم عندنا 23 او راح ندخل على 23 كل ما اراجع يقول لي بعدين بعد ما وصلت بنيان احنا وقتنا ضيق اسمعني الله يحفظك يعني اسمعني مراجعه للدراسات عندي مراجعه للتعيين من اقول له ماني من ذوي الشهداء يقول لي جيب لي كتاب ما ذوي الشهداء بنيان بس اسمعني يا اخوي العزيز تسمعني الو اذا تسمعني اخوي العزيز الايام الجايه اختلفت عن الايام الراحت كل واحد انا ادعو من قناه صلاح الدين الفضائيه عنده معامله عنده مشكله يراجع الان التعويضات لان اختلفت الامور واذا تسمعني اخوي العزيز ان شاء الله الامور يعني راح تنفرج لمساله التعويضات اعزائي المشاهدين حتى وقتنا ضيق انا مثل ما تكلمت على هاي العوائل شفتها عوف الشلال هسه خلي يجي ورا التقرير ما ضل وقت يلا جيبه شلال تفضل اخوي شلال السلام عليكم سلام هلا ومرحبا استاذ وليد شلونك حياك الله استاذ وليد عندي معامله مال تعويض انا شلال حبيبي سلام بيك عندي معامله مال تعويض من 2013 ولحد اليوم ما مكملها 2013 من 2013 على مود كتاب مال مساله وعداله المعاملات مشموره ودز الكتاب بكتاب صار له سنه عدل ما يجي ما اعرف شو زين شنو هي مال شهداء وجرحى؟ لا والله مال بيت بيتي وقع بي صاروخ عسكريه بوجه 2013 وظل على ذاك الحال من وقت اخوي شلال مو اني حكيت على مساله التعويضات الان اختلفت جت بها قرارات جت بها ان شاء الله يعني انفرجت ان شاء الله راجع انت وين بيتك؟ انا بيتي بناحية سليمان بيك بسليمان بيك حاول تراجع التعويضات لان اختلفت الامور مثل ما ذكرت اي والله استاذ وليد عايم الكتاب المساله والعداله يعني سنه ما يجي
لا لا هسه اختلفت، صارت بيها اسبقيه وصارت بيها استعجال حتى الناس تاخذ استحقاقها. استاذ وليد اكو شغله النوبة على السريع اكمل اقول لك اياها، شغله الغاز هاي صار 10 ايام ترى الناس 3 ايام بالغاز شايل اكلها شرب بس اشوف وضعيتها الناحيه. طبعا مو بس انتوا اخوان، هاي كل العراق صارت مشكله، هي هذه مشكله يعني كبيره، مشكله للمولدات، مشكله للسيارات، النقل، يعني اذا ما يشوفون حل كارثه هذه. فان شاء الله احنا متابعين وياهم ان شاء الله. اشكر اتصالك زميلي المخرج. حقيقه انا شفت ذول الناس وشفت ذول العوائل تألمت، الام اللي عندها شهيد وجايه تشوف المحافظ، ومثل ما قال الشاعر يم الواحد لا تبكين الموت من الله، ما عندها كل شيء، والمسكينة المقطوعة والامرأة العجوز مع الأسف. احنا نريد نتكاتف اخوان، شوفوا هذا التقرير. مثل هسه الحجية، انت ايش عندك حجية؟ والله بليد راحوا هالواحد ورا اربع بنات، النسوان دخلن وهسه ضيعت حتى يقول لي روحي ما لي شيء. ليش؟ ما ادري وما استلمت لا الف دينار، راح ويا غافل الفهد الحميد الطعماوي. زين منو قال لك ماما؟ والله هذا اللي سجل هي، انا اقول له روحي اقعد عند الجوست الكنس اشرف اللي اشترى الزن، قلت له ولا انا ما جاي اسحب، بس ابني ليش ما بناته يسحبن اربعه؟ ما تندخلن وظلن اللي بنتها ما انا ربيه. بالعكس هو انت اللي على راسنا امي، انت ام راسك بعد امي، انت ام الشهيد. والله العظيم ما ابني لو الف دينار ما استلم تشوف هاي المعامله. امي باعي هسه انا ليش التقيت بيكم حتى يشوفها السيد المحافظ ويبت بيها؟ هو انا كل ما اروح عليه ما يخلونا نطبها اشوف. ينطوني حتى قالوا هذا تشوف المعامله اكتمت. خلي عريسك امي هسه انا اخذ اسمك واشوفه للمحافظه. بارك الله فيك عيني. الله يبارك والله سقط لا شغله ولا عمله وجاعد. لا ليش ما سجل رعايه؟ ما سجل المريض ما يقدر يمشي وفلوس ما امي استماره تملوها للمحتاجين المعاقين. انت ايش عندك استاذ وليد؟ انا هم عندي شهيد والله. اي والله. وهاي هسه مسوي معاملات ببغداد ما تمشي، يعني مال الشهيد 12 سنه ما طلع. انتوا هسه ليش ما مسوين استماره قابلين؟ بلا مسوي صار شهرين انا اروح واجي عليهم. اخذوا الاستماره واسمي عندهم ونفسه هو السكرتير اخذها. انا عندي 3 معوقين، اجى المحافظ اجى وزرات اخذ اسم نجم عبد الغني مصلح، قال تعالي على مود اوظف واحد من عندي 2. وهسه قلت لهم بس خلنا طوب بس اشوف، هو شافني وشاف حالتي قال تعالي هو اريد هسه يطب عليه. انا عندي غده سامه درغيه سامه وكل راس شهر 300 و400 يعني اروح الكركوك مراجعه، وزوجي بايده بلاتين هم يحتاج عمليه رفع بلاتين، وانا حال حالتي ما استعد يعني، وانا قاعد اراجع على سيد المحافظ يعني هو اني ساعدنا على مود. ليش ما دخلتوا الاسماء؟ والله قدمنا عرضها صار لي فوق الشهر يعني ماكو كل شيء، لا خابروني ولا كل شيء وصلوا. والله حتى امي هسه احنا راح نشوف السيد المحافظ، راح نقول له هاي العوائل شلون اكو سياق عمل الدخلون، وانتم معظمكم انا اعرفهم يعني انا اعرفهم هاي العوائل، انتم تعبانين ومتعبين. ماشي ماشي من البيجي ومن تكريم. صح والله العظيم حق علاج ما عندي، السكري امراض مزمنه وشريان مسدود. صح صح استاذ وليد هسه راح اشوفه واجي. استاذ وليد من فضلك السلام عليكم، شلونك اخبارك؟ انا بيتي بالزهور فلشوا، اخذت البلديه تجاوز، اخذت البلديه تفلش، هسه قاعد اجار من شهر الواحد. قابلت المحافظ اول مره قال لي على كرفان، هذا هسه المحافظ صار اربع اشهر كرفان ماكو، ما انطوني الكرفان، وانا قاعده هسه عندي تام. هسه انا راح اقول له هسه راح اقول له ان شاء الله، هسه راح اقول له. انا عندي جهال كبار 2، واحد عنده صرع وواحد عينه ما يشوف، الجار ما اقدر عليه، المولد ما اقدر عليه، عندي طلاب مدارس لا هدم لا شيء، ما عاد اقدر على انت ايش عندك حق الغالي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عندنا على مودنا المفقودين، هذا من 15 اخوتي 2 جابوا مدير شرطه الاسحاقي اللي هو محمد العويد، ولحد الان ما نعرف عنهم كل شيء، وقاعد نناشد الخيرين مثلك ومودنا نواجه المحافظ على هالشيء هذا. والله هذا ابنه اللي شوفه حرام، اذا يضرب ابنه ورا صار يزلمه هو. عافيه يزلمه هو ان شاء الله. سبع ان شاء الله، ان شاء الله يرجع ابوك. شو اسمك انت حبيبي؟ سجاد. سجاد انت بالمدرسه؟ لا والله ما ادري اسمه. بالجزيره قاعد السجاد. ان شاء الله هسه راح نشوف بس خليج المحافظ.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين. طبعا أشكر سيد مروان دازز لي رسالة، أشكرك جدا، إحنا بخدمتكم إخوان، والله نتألم من نشوف هاي العوائل، نتألم من نشوف هاي الناس المساكين، وما بيدينا شيء. يعني اليوم أنا طلعت مثل ما ذكرت لكم بال2005 بداية برنامج بين الناس، ما كانت هيش عوائل، ما كان هذا العدد، يعني يوم على يوم الشهداء، المفقودين، المغيبين، المساكين، الجرحى. يعني اليوم ما أفوت على بيت إذا مو بي 2-3 معاقين، اليوم ما أفوت إذا مو هاي من وراء هاي الموبايلات القشرة كل الأطفال دا يصير بهم توحد. اليوم ماكو طفل إذا مو كامشن الموبايل يلعب بي، لا يقدر الأب ولا الأم. أنا الأب المتكلم ما أقدر، الطفل يعيط، الجاهل يعيط، الكبير يعيط، عوف الموبايل عوف الموبايل. يعني هذه كارثة صارت عندنا. فأخوان يعني المسألة مو مثل ما تتصورون، المسألة مو هينة. أنا أتمنى إن شاء الله تكون إلها علاج، حتى نحافظ على مدننا الجميلة، نحافظ على جمالية المدن. يعني اليوم أكو فد شيء ما أعرف شنو صار بي، كلاب سائبة أجلكم الله في كل محافظة. اليوم الكلاب السائبة شنو هاي؟ من جت هاي؟ نزلت من المريخ؟ هاي وين كانت قبل؟ يا أخي كل منطقة للأسف الشديد. يعني هذه الكارثة صارت مال الطفل بسامرة، والله يا أخي أدمت قلوبنا. هذا الطفل راح يجي، هو ما جت يمه، يعني ما يعني أذته، لكن وقع المسكين وصارت به سكتة. بالعلم ذاك اليوم أيضا كارثة. يعني اليوم أنا من دا أطلع الصبح، من دا أطلع بصلاة الصبح، من أطلع بالليل، من أمشي بأتجول، يا أخي متوحشة. فأني يعني حقيقة ناشد أحد الأخوان، يعني للأسف يدخل على الفيس يناشد الأخوان المسؤولين، ويدخل عليه يقول له لا ظل تناشد. طبعا هو من أقرباء هذا المسؤول، مسؤول إداري، مخزي هذا الكلام أخوان، عيب معيب. يقول له لا ظل تناشد بالفيس، أخذ لك رشاشة من أحد العشائر بتكريت وروح كتلهن. الله، هو هذا كلام مسؤول؟ مو عيب عليك، مو خزي؟ قاعدوك ورا كرسي تسأل هيك وتجاوب هيك، جاوب الناس. فحقيقة استجابة، وإحنا ذكرنا للسيد المحافظ هذا الموضوع، استجابة كانت سريعة من قبل الأخوان في الكيناين والأخ المقدم محمود الباسل، وأيضا معاهم لجان طبية بدأت طبعا حتى في سامراء وفي كل المناطق وفي بيجي. زميلنا فوزي أيضا دزلنا صورة وده يحملوها، صارت عملية قتل لهؤلاء الكلاب، وجمع هواء طمرها بمكان آخر حتى لسوي أمراض. احنا نخاف باشر ما ظل شيء، دوام هالاسبوع اللي يجي المدارس والطلاب والنوبة هاي متوحشة. فأخوان ديروا بالكم على أطفالكم، وخلنا نتعاون حتى نقضي على هاي الكلاب السائبة. خلنا نشوف وياكم هذا التقرير. حسب توجيهات السيد قاشط صلاح الدين والمنشآت المحترمة اللواء الحقوقي قندي الخليل محمد، باشرت قوة مشتركة من قسم إدارة تدريب الكلاب البوليسية ومديرية بلدية تكريت ومستشفى البيطري صلاح الدين ودائرة الصحة صلاح الدين بمكافحة الكلاب السائبة في مدينة تكريت، ابتداء من المستشفيات، مستشفى التأهيل الطبي ومستشفى صلاح الدين العام، كذلك بقية أحياء مدينة تكريت. الحملة ستستمر لمدة أسبوع كامل بتوجيه من السيد محافظ صلاح الدين الشيخ إسماعيل الهلوب. قامت شرعت اللجنة العليا في مكافحة الكلاب السائبة في محافظة صلاح الدين برئاسة السيد المعاون الأمني وعضوية كل من الصحة والبلدية والبيئة والبيطرة والزراعة والجهات الأمنية، إجراءاتها في مكافحة الكلاب السائبة في مركز المحافظة والأقضية التابعة لها، حيث قامت لجنة مشكلة اليوم في مركز محافظة صلاح الدين قضاء تكريت بإجراءات حملة مكافحة الكلاب السائبة التي تعتبر من أشد الخطورة على صحة المواطن، حيث أن الكلاب السائبة تؤدي إلى إصابة الإنسان بمرض داء الكلب السعار الذي هو شديد الخطورة على المواطن ويسبب نسبة وفاة 100% في المواطنين. نحن كمستشفى بيطري في محافظة صلاح الدين نشدد على مثل هكذا حملات في
المدن، وإن شاء الله ستستمر مثل هكذا حملات في المستقبل القريب. حسب التوجيهات السيد المحافظ إسماعيل الهلوب والسيد قائد الشرطة صلاح الدين عميد قنديل، في ساعات متأخرة في الليل قامت القوات الأمنية من أخواننا في الكي 9 بقيادة الأخ العقيد محمود الباسل مع بلدية تكريت والفريق البيطري وملتقى شباب تكريت بقتل الكلاب السائبة التي لها أضرار كبيرة على المواطنين وعلى أبنائنا عند الذهاب إلى المدرسة. سوف نبقى مستمرين بهذه الحملة. أعزائي المشاهدين، الحقيقة برنامج بين الناس إن شاء الله دائما معاكم. اليوم الحلقة اختصرناها حقيقة، يعني أكو كثير من الأمور إحنا حتى لا نكون ثقيلين على مواطننا وعلى مشاهدنا، إحنا نلخص كل ما موجود. يعني شلون قبل اختلفت هسه، قبل كانت عندنا القواعد، بالقواعد درسناها بالثمانينات وبالتسعينات، بالقواعد ينطونا القواعد بالنهاية إيش مكتوبة؟ الخلاصة. فإحنا كلمنا الخلاصة أخوان، إحنا خلاصة الكلام سنبقى مع المواطن بالكلمة الصادقة، هذا الإعلام الحقيقي. إن شاء الله فضائية صلاح الدين تبقى فضائيتكم، وتبقى العين الساهرة والثالثة للمسؤول الحقيقي، المسؤول الحقيقي أخوان مو أي مسؤول، العين الساهرة الثالثة. هو كل إنسان عنده عيون اثنين، إحنا العين الثالثة للمسؤول الحقيقي اللي يريد رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضا الناس. اليوم أشكر زملائي خلف الكواليس، زميلي علي باسل وسرمد عبد الكريم وسرمد فائز، وأيضا في البث أخوي أحمد علي، وتحيات المخرج الأستاذ أحمد أسعد، وشكر موصول بالإشراف الأستاذ مثنى إبراهيم، شكر موصول لزملائي اللي اتصلوا لي ما قدروا يتصلون، ونبقى إن شاء الله وياهم دائما. أشكر كل مشاهدنا في كل مكان وفي كل بقاع الأرض. تحياتي وليد المدني، ألتقيكم في حلقة جديدة، تقبلوا كل تحياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.